ودي يجروحوا بينا يا ودي يهديكم ربي يجروحوا بينا. احنا طبعا في منفذ راس جدير، هنا الاخوه التونسيين عالقين منذ 4 ايام او اكثر. عدد العالقين يمكن بين ال 200 و 300 شخص، بين 200 و 300 شخص. جمعيه الهلال الليبي فرع زواره يقدم خدمات اعانات غذائيه و فرش وغير ذلك.